العظيم اللي جاي ما بين الحكومه المصريه وفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. شوف اهو بص الغرفه اهو. وتحيا الكويت وتحيا الرئيس عبد الفتاح السيسي. بس اللي بيحصل ده ما حصلش باي دوله في العالم. صح لاول مره. خش يا عم بص شوف بص شوف يا عم الغرفه نفرين. شوف مصر بتعمل ايه. بص نفرين جاي سكر اكل شرب كل شيء موجود. الغرفه فيها كام واحد؟ ومن حي جامعه القاهره ورئيس جامعه القاهره وربنا يديهم كل خير يا رب. الغرفه فيها اكتر من نفرين؟ اثنين اهو. وكل حاجه متوفره. ألف تحية للحكومة المصرية ولفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وألف شكر لدولة الكويت الشقيقة. ألف شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي.